اتعرف بيكي كده، وانهي الاهم في حياتك، الرياضه ولا التعليم؟ الاتنين مهمين، بس مبدئيا بصراحه التعليم. التعليم تعليم. كمدرسه يعني او كعامله في مجال التربيه والتعليم، عشان انا بحس ان هي رساله، وانه الاجيال اللي انا بطلعها من عندي من المدرسه لما اكون قدوه صالحه ليهم، قدوه كويسه ليهم، ده هيكون له اثر ومردود اكتر على المجتمع. وجت بقى مجال الرياضه وساعدني في الموضوع ده اكتر، ان برضو قدوه ليهم كمتفوقه في مجال الرياضه، برضو بيعتبريني قدوه ونموذج نفسهم يعملوا زي الولاد عندي في المدرسه، فهما الاتنين بيكملوا بعض طبعا كمعلمه وكرياضيه. الميداليات اللي قدامي على الترابيزه كتير جدا جدا، اكيد ده مش سهل، واكيد خالص كده. انك انت تبقي محافظه على مسيرتك التعليميه، انك انت اتعلمتي في النور والامل، صح؟ وان انت كنت اول دفعه للكفيفات في النور والامل في دمياط، تمام، مش كده؟ طلعتي الاولى كمان عليهم، الحمد لله. ايه اللي حمسك قوي، وايه اللي كان بيزقك للتفوق؟ يعني اكيد التحديات دي، بما انك في المدرسه دي فاكيد في غيرك كتير ليهم برضو قصص كفاح، أكيد. لكن قصتك اختلفت عن الباقيين ازاي؟ هو الفضل في الاول وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى، سبحان. اللي بعت لي اهلي واسرتي، والدي ووالدتي، كان هم اكبر داعم ليا من صغري، من اول ما دخلت ابتدائي في مدرسه النور، وزي ما حضرتك تفضلتي وقلت كنت من اولى الدفعات في دمياط، فهم من يوم ما دخلت المدرسه هم داعم ومحفز ليا جدا جدا، ان انا لازم اكون متميزه في كل مكان ادخله. انا كبرت وانا بحب الحكايه دي، ان انا لازم اكون متميزه في اي حاجه اعملها، في دراسه، في شغلي، في رياضه، في دراسات عاليه، في اي تخصص بدرس فيه بحب ان اكون متميزه فيه. طبعا دي مش حاجه قليله ومش سهله خالص، بس ربنا بيوفقنا بدعم الناس اللي حوالينا. سبحان. طبعا تشجيع اهلي اكيد ما كانش سهل، صح؟ اكيد لا. يعني قولي لي كده، لما تبصي بقى على الرحله اللي هي كلها تحديات، ايه اكتر حاجه صعبه في مجال التعليم واجهتك وحسيتي انك انت بتغلبك عليها؟ لا ده انا عملت سكور حلو. في مجال التعليم كانت اصعب حاجه تعتبر هي شويه البحث العلمي ككفيفه، يعني ما كانش كل الوسائل متاحه ليا في الاول. دلوقتي ما شاء الله التكنولوجيا تقدمت طبعا. جدا، وخاصه مع ذوي الاعاقه والبرامج الناطقه والحاجات اللي بتساعد المكفوفين. في الاول ما كانش ده متاح قوي، او انا ما كنتش بدرس الحاجات دي، او ما كنتش عارفاها قوي في الاول، فكان بالنسبه لي بيمثل نقطه شويه صعوبه، ان هي محتاجه حد في طول الوقت يبحث معايا، يقرا لي في مكتبات، يدور لي على مواقع الانترنت. انا اصلا كنت بدرس لغه عربيه، فكان تخصصي شويه قديم، وعايز بقى مراجع قديمه وكده، فده كان مش سهل شويه في الاول. دلوقتي التكنولوجيا حققت كل حاجه وفرقت كده، كل حاجه بتاكد زر تقدري كل حاجه توصلي متاحه كل قدامك. المعلومات، وعلى طريقه برايل، وعلى يعني بكل السبل المتاحه، برامج قراءات الشاشه بدخل بيها المواقع التعليميه والمواقع الالكترونيه، ادخل ابحث عن اي حاجه انا عاوزاها. صحيح. حتى لما كملت برضه في مجال التربيه الخاصه، انا كملت دراسات عليا في التربيه الخاصه، فبرضه المجال ده استهواني جدا جدا كمجال انا اصلا عايشه فيه، وكمان اشتغلت فيه. انا مدرسه في مدرستي، مدرسه النور، فحسيت ان انا فعلا محتاجه اقرا واتعمق اكتر في المجال ده تغوصي اكتر. ايوه.